حاجه فعلا زي ما بيقولوا حركه انها ما حصلتش قبل كده، ما تحملش مسؤوليتها وزير دفاع قبل كده، لكن تحملها المشير طنطاوي وكان وزير الداخليه في اللحظه دي اللي هو منصور العسوي. مساء الخير يا فندم. نعم يا فندم. انا استرجعت يعني مشهد تم على مرأة ومسمع من كل الناس في لحظات كانت صعبه جدا. ايوه. ايه الصورة اللي بتيجي في عقل ووجدان حضرتك في لحظة معرفتك برحيل المشير طنطاوي؟ كنت حزين جدا طبعا. هذا الرجل أدى دور اعتقادي مش هيتكرر ثاني في التاريخ المصري. أنا كنا مرينا في خلال سنة 2011 بأسوأ فترة في تاريخ مصر على مدار سنوات طويلة. يعني ما أعتقدش أن هذه الفترة يعني حدثت في تاريخ مصر كله من بداية العصر الإسلامي لغاية دلوقتي، ما حصلش الكلام اللي حصل في يناير 2001. المشير طنطاوي الله يرحمه ويحيي، كان هو السند وكان هو حائط الصدر. اللي كان بيحصل في خلال هذه الفترة حاجة كانت مؤسفة جدا جدا. كان انفلات مش انفلات أمني، لا ده كان انفلات أخلاقي، انفلات أخلاقي. مش الشعب المصري، لا عصيلة من الشباب المنفلت بتدير البلد. والمشير طنطاوي بيدي تعليقات للقوات المسلحة والشرطة بعدم إطلاق أي طلق رصاص في مواجهة المتظاهرين. أنا شخصيا كنت يمكن ساعات لا مستغرب الموقف ده. يعني في حاجات ساعات، وانا كنت بناقش ساعات رئيس الاركان بقول له احنا لو ضربنا طلقتين في الهواء الناس دي كلها هتجري. يقول لك اطلاقا غير مسموح بانك تضرب اي طلقة رصاص، مسموح لك انك انت تضرب طلقات صوت، انما طلقات رصاص في مواجهه الدموع اللي موجوده في الشارع دي بتضرب الشعب المصري ولا بتضرب مين بالظبط؟ في ناس منفلته، انما الشعب المصري ما كانش طول عمره منفلت. الرئيس المشير طنطاوي الحقيقه حمى هذا البلد وحمى الشعب المصري كله وحمى العالم العربي كله من فتنه كانت تودي بمصر وبالعالم العربي الى ابعد ما يمكن ان تتصوره. عليه رحمه الله، فندعو انه ربنا يتقبله في جنات عدن ان شاء الله. هذا الرجل يعني التاريخ سوف يذكره لفترات طويله جدا. ما اعتقدش ان حد يعني ممكن ان يطاول الفريق المشير طنطاوي في خلال هذه الفتره القادمه. في موقف محدد حضرتك دلوقتي كنت بتتكلم عن انه رفض اطلاق اي نوع من النار حتى في الهواء زي ما حضرتك بتقول. تمام. كان ايه اكتر المواقف اللي هو يعني هل حسيت في مره انه متوتر انسانيا الان؟ على المستوى الانساني كان بيتعامل ازاي مع الضغوط او الموقف اللي حضرتك بتتكلم عنه غير مسبوق؟ انا اقول لحضرتك حاجه، يعني احنا واجهنا عمليه محاوله اتهام السفاره السعودية وجنبها السفارة السعودية وبعدها مديرية أمن المدينة في يوم واحد. وأنا كان معايا على التليفون في هذا الوقت رئيس الأركان، يعني أنا كنت بمثق مع رئيس الأركان. وكان كل شوية يقول لي يا منصور أرجوك أوعى تضرب نار. يا فندم إحنا لو ضربت طلقتين في الهواء الناس دي كلها هتجري. يقول لي لا آسف، ما تضربش نار أيا ما كانت الظروف، عليك ان تواجه الموقف بوسائل اخرى غير اطلاق النار. انت عندك امكانيات قنابل الصوت ايوه، انما اطلاق نار حي ده غير مسموح به لا بالنسبه لك ولا بالنسبه للقوات المسلحه. العيال اللي دخلت عشان تهاجم السفاره الاسرائيليه هاجموا الاول السور اللي موجود على الكوبري، في سور كان هناك قوات مسلحه ترمي اي حياتها ناحيه القوات الموجوده في السفاره. العيال ده اكثر الكلام ده كله ودخل المنطقه. انا كنت بكلم رئيس الاركان بقول له احنا لو ضربنا طلقتين في العيال في الهواء كده العيال دي كلها هتجري. بقول له لا اسف، ضربت النار اللي هو النار ده ممكن تصيب اي بني ادم وتعمل لنا مشكله. انت ما تعرفش مدى المخاطر اللي ممكن نتعرض ليها فيما لو اطلقت
طرقة نار واحدة أصابت أحد. يعني كان ثابت وفقا لحضرتك بتقوله أنه كان ثابت على اتخاذ القرار ده في أي ظرف من الظروف وبغض النظر عن اللي بيحصل. بالضبط. هذا الرجل حمى مصر، والله حمى مصر وحمى العالم النهارده كله. الله يرحمه. أنا بشكر حضرتك على وجودك معانا، بشكر حضرتك على استرجاع التفاصيل اللي حضرتك ذكرتها. شكرا جزيلا لواء منصور العسفي وزير الداخلية. يمكن زي ما قلت لحضراتكم